خير على كل مشاهدي الموج الأزرق المميز. هذا الموج الأزرق من صباح الجمعة مباشرة إلى موجز العاشرة من الفضائية عقب هذا الفاصل. احتسب السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته شهيد الشرطة والبطل الوكيل عريف عثمان الحسين الذي توفى إثر إصابته بالطلق الناري في العنق المشهول أثناء قيامه بواجبه المهني والوطني، ويسألون الله أن يحسن إليه ويجعله مع الصديقين والشهداء وخالص التعازي لأسرة الشهيد وزملائه وكل قيادات وأفراد الشرطة السودانية. وأكد المجلس في بيانه الذي أصدره أمس حول موكب إحياء ذكرى فض الاعتصام أن التوجهات صدرت لقوات الشرطة والقوات النظامية أن تعمل على حماية المواكب وتأمين مساراتها وتتعاون مع المنظمين في ذلك، وهو ما التزمت به قوات الشرطة ووجدت التقدير والإشادة. هذا وقد احتشدت مئات الآلاف من الشباب والشابات الخارجين من رحم الثورة يحيون ذكرى استشهاد العشرات من رفاقهم الذين قتلوا قبل عامين وهم يحرسون شعارات الثورة في سلمية منفكت حديث العالم ومحل إعجابه، خرجوا طلبا للعدالة والقصاص وإعادة مسير الثورة في طريقها السالك إلى السلام والحرية والعدالة. فقد تغطرت الجموع الزاحفة مثلما بدأت في سلمية حارة فيها الأعداء أمام سنة الجندول لتتجه صوب مجلس الوزراء في حشود تسد الأفق وهي تنادي بشعارات الثورة وتطلب القصاص للشهداء والجرحى وعودة المفقودين، وهم يحذرون بأن الحكومة ينبغي أن تذهب إن لم تحقق أمال الثوار والمبادئ التي استشهد من أجلها رفاقهم. أعرب مقرر الوساطة في محادثات السلام الدائرة الآن في جوبا بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الشمال عن تقديره لروح الإيجابية السائدة بين أطراف العملية السلمية والتي استفادت من الإرث المتراكم للمفاوضات السابقة. وقال دكتور ديو مطوك مقرر فريق الوساطة الجنوبية في حوار صحفي أنه متفائل بوصول الطرفين إلى اتفاق كامل بحلول الميقات الموضوعي في جدول التفاوض، وزاد أن الوصول لاتفاق في التاريخ سيسر رسالة موجبة للمدنيين المتأثرين بالحرب في منطقة جبال نوبة خاصة. وبرر مطوك تفاؤله بالقول أنهم في فريق الوساطة الجنوبية استفادوا كثيرا من تجارب الماضي، وأن هذه الجولة من التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة عبد العزيز الحلو استقت كثيرا من الإجراءات من موروث الإجراءات التي حكمت المحادثات الماضية. طيب الموت عصر أمس الخميس الكاتب الصحفي الرياضي محمد أحمد دسوقي، ويعتبر دسوقي أحد عمدة الصحافة الرياضية الذين قدموا الكثير للرياضة السودانية على وجه العموم. ونادى الهلال وفريق الهلال ونادي الهلال على وجه الخصوص، ونعى دكتور أشرف الكاردينال وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال الراحل، ويعتبر الراحل أحد أبرز الأقلام الرياضية في الصحافة السودانية ومدرسة متفردة ومتميزة خرج منها عددا كبيرا من الأجيال خلال عشرات السنوات الماضية. وظل الراحل مهموما بقضاء الهلال محللا ومعلقا عليها بموضوعية ومهنية عالية ومدافعا عن الكيان عبر قلمه المقروء والمتابع. كما خدم الراحل خلال فترات عديدة في صحيفة الهلال والتي ظل يلبي نداءها على الدوام، وظل يواصل همة التحبير بدون انقطاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما في الشأن الرياضي، قال البرتغالي ريكاردو فورمسينو المدير الفني لفريق الهلال أن مباراة الأزرق التي خاضها أمام الأهلي مروي في الجولة الثانية من الدوري الممتاز مباراة صعبة، لكن نجح الهلال في الوصول إلى مرمى الخصم وفق الأرقام، وصفا ذلك بالمؤشر الجيد. وأشار البرتغالي أن الدوري السوداني يتواجد به عددا كبيرا من الحكام الجيدين، وأتمنى أن يعملوا على حسب عملية تبديد الوقت لتطوير الكرة بالسودان. وأشاد ريكاردو بالأداء الهلالي والمجهود الوافر الذي بذله الفريقين على الرغم من الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، وطالب المدير الفني بخوض الفريق لمباريات إعدادية للمرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يخوض الفريق عددا من المواجهات أمام أندية الدرجة المختلفة تأهبا لمقبل الاستحقاقات. أعلن الجهاز الفني لمنتخب السودان بقيادة الفرنسي هوبر فيلو 28 لاعبا في القائمة الأولية
أوضح اتحاد الكرة السودانية أن جميع اللاعبين سيخضعون الجمعة للكشف الطبي قبل إجراء التدريب الأول للفريق يوم السبت. وضمت القائمة كل من محمد علي أبو عشرين ومحمد أبوجا ومنجد النيل، محمد المصطفى السمو المرقني، فارس عبد الله ومحمد إيرينج، عمر المصري، أحمد وضاح، أمير كمال وأحمد طمنجة، أختار الطاهر، رامي كاركتيلا، نصر الدين الشقيل وأبو عقل عبد الله ولاء الدين خضر، التاج عقوب، وضياء الدين محجوب، وشرف الدين شيبوب، معاذ عبد الرحيم ووليد بخيت، محمد عبد الرحمن، عيد مقدم وسيف تيري، الجزول نوح، أحمد والدبوك، ياسين حامد. ويسعد المنتخب إلى خوض مواجهتي زامبيا الوديتين يومي 11 و 13 من يونيو 21 و2000 باستاد الهلال، ومواجهة ليبيا في 19 من يونيو في قطر ضمن تصفيات كأس العرب. عالميا، انتهت أحداث مباراة منتخب الأرجنتين أمام تشيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة المنتخبين في إطار الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهاية كأس العالم 22 و2000. وأحرز ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين هدف المنتخب الأول في الدقيقة 24 من زمن اللقاء عن طريق ضربة جزاء، بينما أحرز أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان هدف التعادل لمنتخب تشيلي في الدقيقة 36 من عمر المباراة. وحرص نجوم منتخب الأرجنتين على تكريم الراحل الأسطورة دييغو مارادونا، حيث وضعوا صورته على تيشيرت الفريق خلال اللقاء. حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أوروغواي وضيفتها بروغواي فجر اليوم ضمن منافسات المرحلة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 22 و2000. وبهذا التعادل رفعت أوروغواي رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف بروغواي الرابعة. نهاية موجز العاشرة من قناة الهلال.